انطلقت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب فعاليات برنامج تدريب الدفعة الأولى من البرنامج القومي لتدريب القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف والجهات الأجنبية. يأتي هذا البرنامج تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق برنامج تدريبي فني تخصصي للعاملين بالوزارات والجهات الإدارية والشركات المملوكة للدولة القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف والجهات الأجنبية، وذلك بهدف تلافي أي ثغرات أو إشكاليات قانونية جوهرية في صياغة العقود التي تبرمها الدولة يتم استغلالها فيما بعد من خلال الأطراف الأجنبية في الدعاوى التحكيمية ضد الدولة المصرية.